بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. معكم الكاتب العام فورناجي، الكاتب العام لأرباب ومهنيين النقل السياحي بمغرب. كما شفتوا اليوم هذه مدينة مراكش تقريبا ما يزيد على 800 سيارة تقريبا اللي واقفة هنا حدا مصلحة النقل، ذلك بالتنديد القرارات الانفرادية ديال السيد بوليف اللي من هذا المنبر هذا حنا كنقولوا لك بأن حنا مطالب بإلغاء تام للبطاقة المهنية لما فيها من تعسف وحكرة على ذاك السائق المهني الذي يكون لبنة ديال النقل السياحي بالنسبة لنا، لأن حنا رأس المال ديالنا ماشي هو السيارات ولا هو الأسطول، رأس المال ديالنا هو السائق المهني، وخصو يخدم ويشتغل في ظروف اللي هي ملائمة، فلا يعقل أننا غادي نزيدوه بالبطاقة المهنية ونزيدوه بتسع ساعات ديال العمل في 24 ساعة، ونزيدو أننا خصو يحتفظ على 28 ديسك في السيارة ديالو. هادشي راه بزاف، هادشي راه حشومة وعيب وعار. وحنا من هاد المنبر هذا كنقولها للسيد الوزير أننا هذا إضراب أولي، غادي تالي إن شاء الله إضراب في جميع المطارات ديال المملكة إن شاء الله، وغادي نكون تقريبا على الصعيد الوطني إن شاء الله بالمكاتب الجهوية ديال نقابة النقل السياحي. ومن هذا المنبر ما يفوتش أننا كندعموا النقابات والجمعيات اللي دعات الإضراب ديال 4 جمبير لكرامة وصيانة كرامة السائق المهني. ومن هذا المنبر هذا حنا كنقولوا بأن النقابة الوطنية للنقل السياحي المنضوية تحت الاتحاد العام للديمقراطية الشغالية للمغرب تساندكم وتساند المشكل الذي طرأ في البطاقة المهنية من إقصاء. وحنا كنقولوا هذه الرسالة للسيد رئيس الحكومة تدخل، لأن قطاع ديال النقل السياحي أو النقل الطرقي راه قطاع مهم، قطاع هو الشريان ديال المغرب في النقل والتنقل ما بين المدن. وكما لاحظتوا اليوم مراكش راه كاينه وقفة الرباط، وقفة الدار البيضاء، وقفة أكادير، وقفة الداخلة اللي تنحيوهم من هذا المنبر هذا، وقف طنجة اللي تنحيوهم وكذلك من هذا المنبر، وجدة، فاس، جميع المدن اليوم، ورزازات، زاكورة اللي تنحيوهم من هذا المنبر هذا، وتنقول لهم ان شاء الله هذه بدايه ان شاء الله لنضالات اخرى ان شاء الله جديده اللي غادي نسطروها ان شاء الله في البرنامج. لا يعقل انك تاخذ قرارات انفراديه وما تشركش المهنيين، ماشي تشرك المهنيين اللي بغيتي انت، لا، شرك المهنيين الاكبر تمثيليه لهذا القطاع هذا. حنا ما بغيناش نتصوروا معك، حنا بغينا نلقاو الحل، ما ديرناش كاع انك تلاقيتي معنا، حنا بغينا الحل لهذا القطاع هذا باش يزيد لقدام. دونك من هذا المنبر كنقول للاخوان هذا اضراب اولي، غادي تليه اضراب في جميع المطارات المملكه ان شاء الله على القريب العاجل الا ما تاخذتش الحكومه البادره وجلست معنا لطاوله الحوار. حنا ما بغيناش شي حاجه، حنا بغينا غير الحق ديالنا المشروع. الاخوان تنشكروا لجميع المهنيين اللي جاوا اليوم لكون النداء ديال الاضراب. نتمنى ان شاء الله ان هذا الصوت هذا يوصل حتى لجلاله الملك بان راه الرعايه ديال راه واكلين العصا مع هاد الناس هادو، راه حنا مقهورين ومظلومين من هاد من هاد من هاد الوزير اللي تنطالبوا به. حنا من هاد المنبر هذا تنطالبوا بالاقاله ديال الوزير بوليف، لانه تقريبا 5 سنوات هو على 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 هاد الوزاره هذه ما جاب لنا حتى شي حاجه اللي هي جديده، فقط رد بهذا النقل هذا رد به اللور. ونتمنى ان شاء الله ان الاخوان الاخرين اللي ما شاركوش في الاضراب انه النهار ان شاء الله يتعلم اضراب اخر ان شاء الله بحال هذا، انها تكون كثافه 100% ان شاء الله. وحنا الشعار ديال نقابه النقل السياحي دائما ديري ديك في ديتات نجح القضيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.